أهلا بكم مشاهدينا عبر شاشة الإخبارية في هذا اللقاء الخاص والذي نجريه مع سعادة سفير بلجيكا لدى المملكة السيد جيرت كريل. أهلا وسهلا بك سعادة السفير. Thank you very much for having me. أشكركم شكرا جزيلا على استضافتي. سعادة السفير، دعنا نتحدث في البداية حول الهجمات الإرهابية التي ضربت بروكسل وحول ردة الفعل والدعم والمساندة التي وجدتموها من المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا. As you know, on March 22nd, كما تعلمون أن two terrorist attacks took place in مارس the في the first one in the airport, the second one في 23 من مارس حدث ثلاث هجوم إرهابية على بروكسل وسببت في وفاة ما يقرب من 32 ضحية. هذه الهجوم قامت بها داعش، وهنا أنتهز هذه الفرصة لتقديم التعازي للأسر والضحايا، وأتمنى الشفاء السريع للذين ما زالوا في المستشفى. نحن نقدر ونثمن الرسائل التعاطف والتضامن التي حصلنا عليها من الشعب السعودي ومن القيادة السعودية، ونحن نقدر كل رسالة وصلت إلينا في السفارة. وأريد أن أشير إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو الأمير ولي العهد ونائب ولي العهد وتحدثوا في مجلس الشورى وأرسلوا رسائل تعازي إلى الملك فيليب ملك بلجيكا. وأريد أيضا أن أذكر أنها إشارة تعاطف إن البرجين في جدة وفي الرياض في بعد مرور يوم الحادث تمت إضاءتهما بلون علم بلجيكا. أريد أن أشكر الشعب السعودي والقيادة السعودية على تعاطفهم. نعم سعادة السفير، ولكن ما هي الخطوات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة البلجيكية بعد هذه الهجمات؟ أعتقد هذا سؤال ضروري وملح، وسوف أجيب في أربعة خطوات. أولا، الشرطة البلجيكية وتعمل على مدار 24 ساعة لتفكيك أي شبكة إرهابية، وكما رأيتم في الصحف حدثت هناك عملية اعتقالات كبيرة، ولذلك فنحن قد أحرزنا تقدما كبيرا على مجال الاستخبارات والمجال الشرطي للتأكد أن هذه الشبكات الإرهابية تم تفكيكها تماما. ثانيا، لقد أخذنا إجراءات وتدابير قبل حدوث هذه الهجمات الإرهابية. أولا، تم اتخاذ قرار لزيادة ميزانية الشرطة والاستخبارات بما يقرب من 4 مليون يورو في العام، وأيضا هناك أيضا الاستعانة بالعديد من الموظفين في الشرطة وفي الاستخبارات وتعزيز القدرات الدفاعية، وأيضا عملية التقاضي سوف تكون سريعة وواضحة فيما يتعلق في لدينا الآن عملية متابعة ومراقبة، وأيضا قمنا بإدخال عملية الاعتقال الاستباقي لكافة المشتبه بهم من الإرهابيين والذين ينفذون الهجمات الإرهابية. هذا يتم على مدار 24 ساعة، وهناك أيضا تدابير وإجراءات أخرى يتم اتخاذها. لا يسمح الآن باستخدام بطاقات الهوية الغير معروفة الآن في بلجيكا.
ثالثا العنصر الثالث والإجابة الثالثة نحن نؤكد كثيرا على البرامج الاستباقية خاصة لمعالجة الإرهاب من مشاكله وجذوره الأساسية ومعرفة جذوره. ولقد قمنا بعمل نظام تم إدخاله في النقاط الأساسية حيث يتم الإبلاغ عن أي سلوك يمكن الاشتباه أي سلوك إرهابي يمكن الاشتباه به خاصة في النقاط والمنافذ الأساسية إذا كانت هناك أي إجراءات إذا كانت هناك أي أنواع من السلوك يمكن أن تكون في كنيسة في مدرسة أو في أي مكان عام كل تقرير لأي سلوك غريب نقوم بتشكيل فريق هذا الفريق له يضم عمال الخدمة الاجتماعية ومن الجانب الطبي مهما تطلب الحالة وهناك يكون حوار مع الناس الذين أو الأشخاص الذين يمكن أن يكون لهم سلوكا سلبيا أو سلوكا إرهابيا لذلك نحن نركز كثيرا على الإجراءات والتدابير الاستباقية بدلا من الإجراءات التي تعقب ذلك وأريد أن أذكر أيضا هناك لجنة برلمانية تم تشكيلها في بلجيكا وكلما يحدث هجوما إرهابيا يكون هناك خطأ في أو خلل في مكان ما فلذلك نحن نريد أن نعرف مكان الخطأ هذا ولإصلاحه وعدم تكرار هذه الهجمات في المستقبل. نعم سعادة السفير يعني هذه الإجراءات الاحترازية ربما غير مسبوقة في بلجيكا وكذلك في الدول الأوروبية التي كذلك ضربها الإرهاب وهذه النقاط الأربعة التي فصلت فيها هذه الإجراءات ولكن البعض ربما يطرح أن العمل لكي يكون متكاملا في مجال مكافحة الإرهاب لابد من تبادل معلوماتي استخباراتي خصوصا فيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي تحديدا. بطبيعة الحال هناك الكثير من الأعمال تمت اتخاذها على المستوى الدولي والمستوى الأوروبي وأريد هنا أن أركز على التعاون مع المملكة العربية السعودية. أولا أريد أن أوضح أن مملكة بلجيكا والمملكة العربية السعودية هم متحدان في مكافحة الإرهاب مهما كان الشكل ومهما كان شكل هذه الهجمات الإرهابية نحن نتعاون مع المملكة العربية السعودية في محاربة داعش ونحن قد أرسلنا طائرات حربية لمحاربة داعش ونحن نقوم بتدريب القوات ندرب القوات العراقية ونحن جزءا من التحالف الدولي وهذه الجهود مستمرة لمحاربة الإرهاب ومحاربة داعش وبالإضافة إلى ذلك فنحن ندعم المملكة في كافة المبادرات التي تتخذها المملكة سواء كان مجموعة دعم سوريا أو وهناك تدابير تم اتخاذها في الجامعة العربية أو في منظمة التعاون الإسلامية التي تعقد الآن في إسطنبول في تركيا ونحن ندعم هذه المنظمة وأيضا من العناصر المهمة أيضا هي تجفيف تمويل الإرهاب ونحن ندعم ذلك ندعم المملكة العربية السعودية في هذا من خلال تدعيم العلاقات الثنائية ما بين البلدين وفيما يتعلق بالتعاون ما بين المملكة وما بين بلجيكا فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب هناك تبادل للمعلومات وأيضا هناك تبادل على مستوى الاستخبارات والمستوى الشرطي ما بين البلدين إذا اقتضت الضرورة ذلك وهذا مفيد بالنسبة لنا ومفيد للمملكة أيضا وكما ذكرت من قبل لدينا منهج ابتكاري
وأيضا نشعر أننا نحن نتعلم الكثير من المملكة العربية السعودية وسمو الأمير. هناك مركز لسمو الأمير محمد بن نايف لإنشاء مركز للتطرف، وأعتقد أن هذه الخطوة هي خطوة إيجابية، فنحن سوف نستفيد الكثير والكثير من المملكة، وسوف نقوم وندعم الإجراءات والتدابير الاستباقية التي نتخذها في بلجيكا. جميل. وربما هذا الجانب من التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وفي مجال التبادل الاستخباراتي هو أحد أشكال التعاون السعودي البلجيكي الذي سننتهي أيضا على ذكره لاحقا سعادة السفير، ولكن نريد أن نختم يعني ملف الإرهاب بتخوف لدى البعض ربما أن هذه الهجمات التي ضربت بلجيكا وضربت بروكسل هل ستؤثر على قطاع السياحة هناك؟ من الواضح بعد وقوع الهجوم تأثرت السياحة تأثرا كبيرا في بروكسل، وأيضا تم إغلاق المطار في بلجيكا وتم افتتاحه تدريجيا، كانت هناك ما يقرب من 600 رحلة طيران إلى مطار بروكسل تم إعادة جدولتها حتى يعمل المطار بكامل طاقته. وأريد أن أؤكد وأطمئن الجميع أننا في هذا الوقت يتم الاهتمام بالجانب الأمني، وسوف تجد الآن الحركة عادية في جميع مرافق بلجيكا، ولكن هذه الهجوم الإرهابية التي كانت في بروكسل أولا اهتمامنا الأول هو ضمان السلامة والأمان للذين يعيشون في بلجيكا والذين يذهبون لبروكسل للسياحة والعمل. وأريد أن أشير إلى أننا هناك توجيهات بخصوص هذه الهجمات، نقول الآن من ناحية الإحصائية تعتبر بلجيكا من أكثر الدول أمنا في العالم. نعم سعادة السفير، إذا انتقلنا أيضا إلى جوانب العلاقة ما بين المملكة العربية السعودية ومملكة بلجيكا، وأنت أشرت إلى جانب من هذه العلاقة وهذا التعاون في المجال الدبلوماسي تحديدا، كيف تنظرون إلى التعاون في هذا المجال؟ هل هناك نوايا لزيارات دبلوماسية ربما من قبل مسؤولين في مملكة بلجيكا إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج؟ بلجيكا والمملكة العربية السعودية لهما علاقات قوية، وهذه العلاقة تمتد في جذور التاريخ. أول زيارة للعاهل السعودي الملك فيصل كانت في عام 1975، وأيضا ملكنا أتى إلى زيارة رسمية في المملكة العربية السعودية. ومنذ ذلك الوقت هناك تبادل للزيارات ما بين البلدين، ما بين العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية وبلجيكا، وأيضا زيارات سياسية ودبلوماسية. في عام 2014 أخت الملك فيليب أتت في وفد كبير إلى المملكة العربية السعودية، وهناك زيارات مستمرة وتبادلات مستوية على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي والثقافي. ونحن نريد دور السفارة هي محاولة زيادة هذه الزيارات والاتصالات، وفي الأسابيع القادمة هناك وفد بلجيكي سوف يأتي إلى المملكة العربية السعودية يوم السبت القادم. سوف يأتي مساعد وزير التجارة إلى الرياض لحضور مؤتمر قام بتنظيمه مركز الملك فيصل
Saud al-Faisal, the former minister of foreign affairs. The margin of this conference will have a bilateral contacts. لتكريم وكيل وزارة التجارة وعلى جانبي وجانبي هذا المؤتمر سوف تكون هناك لقاءات عديدة مع العديد من الشخصيات السعودية والمسؤولين السعوديين هنا. وفي شهر مايو سوف يكون هناك مشاورات سياسية ما بين بلجيكا والمملكة العربية السعودية. وفي كل عام ممثلي الوزارتان يأتون ويناقشون كافة المشكلات وكافة القضايا وكافة العلاقات الثنائية التي تحتاج إلى تحديثها والتي تحتاج إلى تطويرها وكيف أن نعمل سويا أكثر وأكثر. هذا ما نقوم به سوف نقوم به في شهر مايو. وأيضا لدينا أيضا في شهر مايو وفد اقتصادي قادم من بلجيكا إلى المملكة العربية السعودية للبحث عن الفرص ليس فقط من أجل التصدير ولكن من أجل الشراكة والاستثمارات مع الشركات السعودية. لذلك لكي ألخص هذا الأمر أن العلاقة ما بين بلجيكا والمملكة العربية السعودية تعتبر علاقة طويلة وهناك صداقة تربط ما بين البلدين منذ أمد بعيد. سعادة السفير إذا انتقلنا إلى الجانب الاقتصادي والاستثماري وجانب التبادل التجاري ما بين المملكة العربية السعودية ومملكة بلجيكا وهو يعتبر جانب من أهم الجوانب التي تربط البلدين، كيف تقيمون هذا الجانب والعلاقة الاقتصادية والتجارية ما بين الجانبين؟ أنني أشرت سابقا إلى أننا لدينا علاقة قوية وعلاقة اقتصادية وشراكة ما بين المملكة وما بين بلجيكا واستخدمت كلمة شراكة لأننا نحن شركاء في التجارة وشركاء في الاستثمارات. وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية فإن العلاقات الثنائية تصل إلى ما يقرب من 4 مليارات يورو وهذا مبلغ ضخم. وفيما يتعلق بالاستثمارات أيضا قد ازداد في الآونة الأخيرة ليس فقط ما بين بلجيكا والمملكة ولكن أيضا ما بين المملكة وبلجيكا. ونحن نقدر بأن الاستثمارات بلجيكا في المملكة العربية السعودية على مدار 10 سنوات الماضية وصلت إلى ما يقرب من 4 مليون يورو في كافة القطاعات الخدمية والطبية وفي الأغذية والبضاعة الاستهلاكات الاستهلاكية. وأيضا هناك تنوع في الاستثمار في المملكة العربية السعودية وأيضا على مستوى الشركات البلجيكية تعتبر المملكة نقطة ارتكاز للاستثمار في منطقة الخليج العربي. ليس كما تعلمون أن المملكة لا تعتبر فقط سوقا محليا ولكن سوقا لمنطقة الخليج العربي. ولذلك نرى الكثير والكثير من الاستثمارات السعودية في بلجيكا ليس فقط في الشركات الكلاسيكية أو التقليدية ولكن لدينا أيضا استثمارات واستثمارات سعودية كثيرة في بلجيكا. نحن في بلجيكا خاصة نهتم اهتماما كبيرا بالخبرة السعودية والخبرات السعودية والتقنية المعلومية خاصة في الصناعات التحويلية والصناعات البتروكيماوية. وعلى وجه التحديد عملية معالجة المواد وعدد كبير من الشركات في المملكة العربية السعودية لديها الكفاءة والتقنية المتقدمة في هذا القطاع ونحن نحاول استيراد ذلك إلى بلجيكا. ولذلك هناك علاقة كبيرة ومتنوعة ونحن نعمل على زيادة هذه العلاقة وتوسيع قاعدتها. نعم سعادة السفير أشرتم إلى الاستثمارات السعودية في بلجيكا ولكن هل هناك يعني مجالات وفرص استثمارية جديدة تتاح أمام المستثمرين وخصوصا المستثمرين السعوديين؟ بالتأكيد نحن نرحب بالمستثمرين السعوديين ونشعر أن بلجيكا هي مقصد جيد للاستثمارات الأجنبية المباشرة. نحن نتحدث عن الشركات الكبيرة والمتوسطة
لدينا ما يقرب من 1,000 شركة من هذا الحجم، وأيضا هناك ما يعمل بها ما يقرب من 700,000 في هذه الشركات، ولذلك نحن لدينا بيئة استثمار جيدة، ونحن نقوم بجذب الاستثمارات الأجنبية، وهناك أسباب كثيرة لذلك. فنحن لدينا اليد العاملة المؤهلة، ولدينا الموقع الاستراتيجي حيث نقع في قلب أوروبا، وأيضا لدينا خدمات مواصلات وخدمات مساندة، ولدينا تعليم جيد وقطاع صحي جيد، ولدينا أيضا قد قطعنا خطوات كبيرة في عملية الابتكار والإبداع، سواء كانت في قطاع الخدمات وصناعات الصناعات الدوائية. نحن مهتمون بالاستثمارات الأجنبية خاصة من المملكة العربية السعودية. طيب سعادة السفير، يعني كيف تقيمون على الجانب الآخر المناخ الاستثماري في المملكة العربية السعودية ومدى جاذبيته لرؤوس الأموال وللشركات البلجيكية للاستثمار هنا في المملكة؟ بالنسبة لعدد الشركات البلجيكية المهتمة بالتجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، هذه شهادة على أن البيئة الاستثمارية هنا جيدة وجاذبة وإيجابية. هناك تغييرات كبيرة قامت بها هيئة الاستثمار فيما يتعلق بالبنية التحتية وفيما يتعلق بالتشريعات، وأيضا هناك رغبة من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية تدعيم هذا الأمر أكثر وأكثر. وأيضا المناخ الاستثماري في هذا البلد، نحن ننظر إلى نظام الضرائب أصبحت الآن جيدة، وهذا سوف يؤدي إلى نمو السوق. كما قلت أن التقنية التي تم تطويرها في بعض القطاعات في المملكة العربية السعودية تخدم الاقتصاد السعودي، كما ذكرت معالجة الفضلات ومعالجة والأنشطة البتروكيماوية، إنها تجذب المستثمرين من بلجيكا ومن بلدان أخرى للاستثمار في المملكة العربية السعودية. ونرى أن هناك كثيرا من رجال الأعمال في بلجيكا يريدون أن يعرفوا الكثير والكثير عن الفرص الموجودة، وهم راغبون للتعمق في معرفتهم فيما يتعلق بهذه الفرص. كما قلت، نحن في مطلع مايو سوف يكون لدينا وفد استثماري ووفد تجاريات إلى المملكة العربية السعودية لبحث هذه الفرص وفرص التعاون، وسوف يذهب هذا الوفد إلى جدة وأيضا يأتي إلى الرياض، ونتمنى أن تكون هناك تعاون ملموس وشراكة واتفاقيات تعاون ملموسة ما بين الجانبين. نعم سعادة السفير، دعنا نشير إلى أن المملكة هي تعتبر الثانية الآن من حيث الدول العربية في التبادل التجاري مع مملكة بلجيكا، في حين أيضا أنها تعتبر الأولى من حيث الواردات التي تستوردها من بلجيكا. إلى ماذا يشير ذلك برأيك، هذا النمو المتسارع في العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين؟ المملكة العربية السعودية من الواضح تعتبر من أهم الدول في المنطقة، ونحن في الاتحاد الأوروبي نرى علاقة جيدة مع المملكة، ونتمنى أن نحسن ونوسع من هذه العلاقات، ونحن أصبحنا بالفعل شركاء في التجارة، شركاء في الاستثمار، ولذلك نحن ننظر إلى المملكة العربية السعودية من هذه الناحية، ونحن مقتنعين وعلى قناعة بأن المملكة العربية السعودية تنظر أيضا إلى بلجيكا بالنسبة للفرص على مستوى هذا التبادل التجاري. نعم سعادة السفير، نحن نشكرك شكر جزيل، ولكن إذا كان لديك كلمة أخيرة ربما تختم بها هذا اللقاء. أشكركم شكرا جزيلا.
أنا في المملكة العربية السعودية الآن كسفير لمملكة بلجيكا لمدة عامين الآن، وكما ذكرت من قبل نحن نريد تعميق التعاون والعلاقات على كافة المستويات. لقد تحدثت عن التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، وأريد أن أؤكد أيضا نريد أن تعزيز العلاقات الأكاديمية ما بين البلدين، وأيضا من الجانب الثقافي، ونريد أن يكون هناك تعاون أكثر وأكثر في الآثار. ولذلك رسالتي الأخيرة هي إنني أريد أن أسهم بطريقة فعالة وتعميق هذه العلاقات القوية على مدار السنوات القادمة. نعم، شكرا جزيلا لك سعادة سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة العربية السعودية السيد جيرت كير، شكرا جزيلا لك. Thank you very much. الشكر لكم أيضا مشاهدين على متابعتنا في هذا اللقاء الخاص والذي أجريناه مع سعادة سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة العربية السعودية. شكرا لكم وفي أمان الله.